السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله راح ندير لكم بانكيك خفاف بكميه زاكيه ويجو خفاف كيما القطن نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعضانا نبدأ بسم الله حبة بيض ندير لها مغرف ونص كبار سكر ولا زوج مغارف كبار سكر انا درت مغرف ونص سكر باش ما تجينيش حلوه بزاف باسكو اذا زدتو كما على بالنا شوكولا ولا زدتو حاجه خلاف هاي تجي حلوه صافي تولي حلوه بزياده يبقى انا درت مغرف ونص نخلطهم مع بعضهم مليح ونزيد ثلاث مغارف كبار زيت وكاس حليب الحليب بارد ما لازمش يكون دافي ولا عادي بارد نخلطهم مع بعضهم مليح ونفس الكاس اللي قصت به الحليب نفسو فارينا دوك انا ندير نغربل الفارينا مع الشكاره خميره ورشه ملح رشه صغيره ماشي بزاف ونخلط نخلطهم يجينا القوام جاري لازم تخلطوها مليح شفتو انا اللي ما لا باتور لا والو خلطت بالفوي دوكا هنا نجيبو مقله مقله سبيسيال لي كريب ولا بانكيك ولا مقله نورمال اه النار ما تكونش عاليه ما تكونش ناقصه تكون متوسطه باسكو اذا كانت عاليه تحرق البانكيك وما يطيبش الوغ نديروها في النص هنا بعد ما سخنت المقله نتاعي انا نفرغ فيهم راكم شفتوا هنا انا عندي غره صغير انا نفرغ فيه مانيش ندير كيما البغرير اه نحط الغرافة على الخليط نو راني نرفد مره واحده كيما راكم تشوفوا نرفد يدي ديجا الشكل هو يديرو وحدو ما نغفلش عليهم ون... ونقلبهم وماذا بكم تقلبوهم بحاجه تاع سيليكون كيما هذا المغرف ولا حاجه اللي تقلبوا بها المهم ما حاجه حديد باش ما تخبش لكمش المقله دوكا انا قلبتهم من نومن ولا غير كميه زاكيه خرجت لي 30 حبه دروك هنا نكمل الحبات اللي اللي عندي والتزيين ديرو باش ما حبيتو انا هنا اليوم زينت واش كان عندي كان عندي بنان ونوتيلا اللي زينت بهم نتوما زينوا باش ما حبيتو هذه هي وصفتنا لنهار اليوم اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركوش وديروا وانتظروني في فيديو لاحق مع السلامه